اهلا بيكو. احنا في محاضرة بتاعتنا دلوقتي بنتكلم على الكيوريشن وازاي نلم ماتيريال للكورس بتاعنا. وصلنا للنقطة اللي هنتكلم فيها عن الموكس. والموكس كلمة اختصار لماسيف اوبن اونلاين كورسز. موضوع الماسيف اوبن اونلاين كورسز يستحق ان انت تتعرف عليه. انا مش هضيع وقتك معايا هنا، لو انت مهتم انا هحط لك ان شاء الله لينك لفيديو عن الموكس لو حبيت تتعرف على تاريخها او بتشتغل ازاي. لو مش انترستد هنشوف مع بعض بعض الكاركترستكس في الموكس ونشوف ازاي ممكن نستفيد منها في شغلنا. الموكس مبدئيا عبارة عن كورس حد عمله وحطه اونلاين بشكل منظم، وبالتالي ممكن نستفيد منه بشكل رهيب الحقيقة. يعني اولا من حجم كمية الكورسز اللي موجودة في صورة موكس اونلاين بقت قيمة جدا، وتقدر تطلع منها حاجات كتير او تقدر تستفيد بيها في شغلك. بس اهم حاجة تقدر تستفيد بيها من وراء الموك هو برضو ترتيب الافكار والمعلومات وايه يتقال قبل ايه في موضوع معين. وده بيفيدك قوي 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 لو ان انت اول مرة بتقدم كورس. كده كده انت عشان بتقدم الكورس جديد بتعمل حاجة جديدة كورس جديد لازم يكون عندك باك جراوند اكسبيرينس. بس انت لو ما درستش الكورس قبل كده، دايما النقطة اللي بتقف قدام اي واحد فينا بتبقى ارتبه ازاي. الاوبن الموكس بقى بتديك الفرصة دي انك اوكي اروح اشوف الراجل ده عامل ايه، اروح اشوف الاستاذة دي في الجامعة دي بتقدم الكورس ده ازاي، حتى لو بمجرد ان انت بتبص بسرعة على الماتيريال. وفي نفس الوقت بالحقيقة ان كتير قوي من الماسيف اوبن اونلاين كورسز دي بتبقى الماتيريال بتاعتها اندر كرياتيف كومنز لايسنس. الكرياتيف كومنز لايسنس الحقيقة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده دي بتتيح لك فرصة ان انت تستخدم الماتيريال دي دايركتلي زي ما هي. فلو عجبتك الماتيريال وتحب تحط على الكورس بتاعك، سواء لما نتكلم في الستوري بورد او انك تعملها شيرينج على بنترست او سكراب بورد، او حتى ان انت بجست تبعت اللينكس للستودنتس او الترينيز بتوعك ممكن يستفيدوا بيها. يمكن انا هنا جايب لينك لحاجة اسمها خان اكاديمي، ولان مش وقته تاني ان انا ارجع لتاريخ الموكس، انا بس احب انوه ان يمكن انا بعتبر ان خان اكاديمي اللي عملها واحد اسمه سلمان خان دي هي كانت البداية الحقيقية للموكس واستخداماتها على الانترنت، والفايدة الحقيقية ابتدت تظهر بسبب خان اكاديمي. الحقيقة طبعا دلوقتي في حاجات كتير اكبر وفيها ماتيريال يمكن تكون اقيم من خان اكاديمي، بس انا دايما بحب ادي الكريدت ده لخان اكاديمي لان انا اتعلمت منها حاجات كتير وما زلت بتعلم منها. وكتير من الناس اللي بيسالوني بقول له روح على خان اكاديمي هتلاقي اللي انت عاوزه وتقدر تتعلم منه ان شاء الله كويس. نروح مع بعض في الفيديو الجاي نفتح شويه موكس. انا بختار اربعة لكن في مجموعة كبيرة جدا من الموكس، ويمكن اقول لكم على البعض الاخر واحنا بنتكلم، لكن هوريكم بس بسرعة ده في ايه وده في ايه وده في ايه وبعض المميزات، علشان انت بعد كده دور بنفسك وحاول تشوف الموكس دي ممكن تستخدمها ازاي. فنتقابل في الفيديو الجاي نكمل كلامنا عن الموكس.